أستاذة سماح بتقول عايزة صلاة أصليها عشان ربنا يفك الكرب، ودعاء إن هي تقوله على طول عشان يعني في ضائقة مالية. أنا هقول لحضرتك بس الأول، في مثل هذه الأمور لازم المؤمن يتسلح بالصبر مع الدعاء والصبر الإيجابي. إيه الصبر الإيجابي؟ الصبر الإيجابي اللي هو أنا بسعى، أنا في ضائقة مالية بسعى قدر اللي ربنا يفتح بيه، وأنا بسعى وعلى الله سبحانه وتعالى الرزاق إنه يرزق. يبقى لازم الإنسان ياخد بكل الأسباب المعينة ويتوجه بقلبه بصدق إلى الله تعالى، وأنا بسعى وباخد بالأسباب، أصلي ركعتين ولا ألتفت فيهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى قضاء حاجة، أسأل الله من خير الدنيا والآخرة. والإنسان عليه برضو إنه يلتزم الأذكار الواردة قدر طاقته، مثلا بسم الله على نفسي، بسم الله على ولدي، بسم الله على مالي. إذا الإنسان وجد عنده عسرة كما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، يقول بهذا الذكر بسم الله على نفسي، بسم الله على ولدي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي. أقدر بقى إن أنا أخذ من نص الحديث وأعدد كما أشاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى السعة والرزق. طيب كان من النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بعد صلاة الفجر العلم النافع والرزق الطيب المبارك، فإحنا كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى. ومن المجربات إن الإنسان يقرأ من مجربات العلماء والربانيين إنهم يقروا سورة الشرح 40 مرة، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إليه. كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثرة لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا وارد وحتى جاية في أذكار الصباح وأذكار المساء الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لي حاجة تكون ملحة، أكثر من الصلاة والسلام عليه وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، مع الأخذ بالأسباب يا صاحبة السؤال.